واحد نضره هنا ثالثة هذا برافو عليك مدام. اليوم كيف ما كتعرفوا هو العيد الدولي للموسيقى، وبالطبع مدينه الرباط في اطار الاحتفالات ديال الرباط عاصمه الثقافيه الافريقيه والاسلاميه تحتفل هي كذلك بهذا الحفل الهام، لان حان الوقت بعد ما عشنا هذه السنتين ان ترجع الثقافه، ترجع الموسيقى، يرجع الفن لمدينه الرباط، وعبر مدينه الرباط جميع الاقاليم وجهات المملكه حتى هما يحتفلوا بهذا العيد اللي كنعتبروه هو مهم جدا رمزيا، لان الموسيقى هو احتفال ديالها يومي، ولكن رمزيا كنقوموا بهذه الاحتفالات باش نذكروا بان بالدور اللي كتلعبوا الموسيقى لا بالنسبه للشباب والشابات لا بالنسبه للمغاربه بصفه عامه. اجل الاحتفال بالرباط عاصمه الثقافه الافريقيه، اليوم تنحتفلوا باليوم العالمي للموسيقى ايضا من مدينه الرباط، وعطينا انطلاقه ديال واحد لاباغاد اللي هي بغينا نشاركوا بها الساكنه الرباطيين باش يكون هذا الاحتفال هو شيء اللي مشروك مع الساكنه الرباطيه. اذا هذه السنه الرباط استطعنا أن نحتفل بها كعاصمة الثقافة داخل العالم الإسلامي، واليوم تنحتفل بها كعاصمة الثقافة داخل العالم الإفريقي، وهذا هو شيء إيجابي. بطبيعة الحال الموسيقى هي مسألة اللي تغذي الروح، واللي تنبغيو أننا نتقاسموها مع الساكنة الرباطية. الرباط في 2022-2023 لانونس ديالها راه دارت في ديبيو ديال شهر 6، ومن بعد عندنا الافتتاح غيكون في 24 في مسرح محمد الخامس. دابا علاش حنا درناها اليوم 21؟ حيت يوم الموسيقى العالمي، دونك غنديروا واحد لاباغاد غتكون من هنا غتدخل في الرباط، وكاين دي كونسير غيداروا في لافيل. من بعد الصيف كامل كاين فيه ديزاكتيفيتي اللي فيهم الافريقيين وفيهم وحدين، دي كونسير غيكونوا في المواد جويي، واحد الكونسير امبورتون، ومن بعد سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر غيكونوا دي زيفينمون بو بلو كوستو غيداروا، من بعد غنكملوا حتى المواد ماي البروشان. هذه حيت مدينه الرباط هي اللي تعطات ليها هذا لو لابيل ديال عاصمه الثقافه الافريقيه من 2022 و2023، من بعد واحد 3 سنين غتكون مدينه واحده اخرى في افريقيا. دابا الرباط عام غتكون هي كاع داكشي اللي كاين في افريقيا غيكون غيدار هنا في الرباط. دونك حنا كنشجعوا المواطنين باش يحتفلوا بهاد ليليمون امبورتون ان شاء الله.